دابا المشكلة اللي كانت عندي أنا هنايا هو أنني فاش كيكون يلا كيتمونطا في الأول، إلا كنتو لاحظتو حتى حد ما لاحظ في الأول أنه أنا أو شارجمون كنلقى دائما مزيودة ليا هاد الجوال تاعد أن لا ميثود ديمونتي حتى هي طالعة في الشارجمون في الديماراج شوز اللي هي ماشي لوجيك ياك. نورمالمون حنايا هنايا في الديماراج قلنا انه غطلع لك غير الكونستركتور والرندر وهاد ديد مونتس. انا يا مني كنكون يلا شار هانتا فاش يلا كدير ان بي ام ستارت سواء جربت الكونتور بوحدو ولا حتى دخلت الاب كونتور بجوج انا كنت كنلقى هادي حتى واحد فيكم رد لها البال كنلقى هاد لي دو فراز يا نورمالمون كان خاصو يطلع ليا الا غنمسح الكونسول من الاول نعاودو نورمالمون او ديماراج كيخاص يطلع ليا الكونستركتور مره واحده والرندر مره واحده والديد مونت مره واحده. انا هنايا كيطلع لي انه تم لابين ديال الكونستركتور جوج خطرات استخدمت انايا الرياكت تولز ديال فايرفوكس باش طلعت هاد ليرور طلع لي جوج خطرات وطالع لي ان الرندر معيط لها جوج مرات بحال لا عندي اش كيوقع ومعيط لي اللي انا كانت كتجيني بيزار هي كيفاش كيعيط لي لا ميثود ديمونتي بحال دابا اشنو كيوقع كيتركب كيتمونطا الكومبوزون وكيديمونطا ويعاود يتمونطا فهمتوا البروبليم اللي عندي هنا وانتم الا خدمتوه ما عطاهش لكم نابع من انكم درتو كوبي كول لو كود ديريكت كما كاين هنا والاستاذ حيد هذه المشكله ديريكت لانه استخدم الاندكس بوينت جي اس هي اللي دار فيها لابيل ياك وانا راه دايره لابيل في اب ولكن حتى اندكس ركز معايا اندكس بار ديفو الا مشينا ليه الاندكس اللي كيكون عندي في البروجي بار ديفو فيريفيو نتوما دابا الاندكس ديالكم شوفوا لي واش كاين اشنو دايرين فيه. انا خليت الاب كونتور عيط لي في اب شفتوه عادي عيط لي في اب هو عيط لي هنا في اندكس ديريكت ممكن نعيطوا لي في اندكس ماشي مشكل ولكن اللي عندي فيه البروبليم هو انه بار ديفو في ابليكاسيون رياكت فاش يلا كتجينيرا في لو فيشي اندكس بوان جي اس كتكون فارضه لو مود ستريكت ديال رياكت اولا لو مود ستريكت تاع جافا سكريبت. عرفتي شنو هاد لو مود ستريكت؟ هذا هذيك تاع شي واحد كيحكر هذيك واش عندك الاخطاء واش عندك دي بروبليم مزيان كاين مجموعه ديال لي بروبليم يقدروا يوقعوا. انا عندي كلك مثلا ها حنايا فاش مثلا استخدمنا استعنا بصديق شفنا جي في دو ريشيرش لقيت انه كاين عندك بزاف ديال لي تروك اللي خصك تفيري فيهم جو سيبوز كو انا هذا هو لي غور اللي كاين في الكود بور لو مومون كيقول لك مثلا انك انت ما عندكش الحق فاش تكون في لو مود ستريكت خاصك ميم هذيك سيت ستيت اللي كدير ما ديرها حتى تكون متيقن انه عندك شي شانجمون. حنا هنايا الا لاحظتوا في الكود راه كنجيو وكنديروا ليه سيت ستيت ياك هاد سيت ستيت حنا خدامينها في شحال من حاجه ما عندناش فيها المشكل كنجيو تنحطوها في هاد الكود ياك كنقولوا داكشي اللي كان قبل زائد واحد داكشي اللي كان قبل ناقص واحد المهم كنجيو تنديروا سيت ستيت في المود ستريكت كيفرض عليك انك ما تدير حتى تقولي عافاك ما تبدل حتى يكون فعلا واقع شونجمون يعني ما ديرش هاد الخدمه وهو الشونجمون ما كاينش. المهم الخلاصه هو انك الا درتي استخدمتي ستريكس مود فهو كيكون بحال مود محكر راد معاك البال انه ما كاينينش عندك دي زافيرتيسمون ياك. انا هنايا فاش تكون انسبكتيتي هو لاحظ بانه عندي دي زيرور عندي دي زافيرتيسمون ماشي ايرور دونك اللي عطاوني واحد النوع ديال الخطا انه كنلاحظ بان الكونستركتور تعيط ليه جوج مرات وراندر تعيط ليه جوج مرات اذا هنا بحال شنو تيكون وقع تيكون تكريا البروجي وعاود مات وعاود تكريا تكريا الكومبوزون مات وعاود تكريا كي قلنا بحال مونطيتيه وديمونطيتيه وعاود مونطيتيه مره. المهم نتوما ما غايبانش ليكم وحنا غنحلوا المشكله بوغ لو مومون بانني غنقول غير سمح ليا ما تخدمش ليا لو مود ستريكت يعني ما تحكاش دونك اشنو درت خليت نفس الكود حيت ليه لو مود ستريكت دابا الا مشيت عاود جربته ها هو كما غتلاحظوا صافي ما غيبقاش يعطيني البروبليم وغنولي بحالي بحالكم نتوما اللي درتو كوبي كولي الكود حرفيا من الكور وكاع ما حسيتو بها ما عطاتكمش كاع الايرور صافي. دونك انا قلت لكم كنستخدم الكور ولكن ما كنديرش كوبي كولي كنهزها دائما انطلاقا من بحال تنقول لا واخا هو الاستاذ مثلا خدم باندكس كنقول انا لا انا مع لي ستاجير مالفه كنخدم باب مثلا هي اللي خدامه بها كنخلي راسي خدامه باب
بنفس طريقتي، فهمتوا؟ كنبقى غاديه بنفس الطريقه كنكوميلي، فبيان سور غيخرجوا لك اخطاء اخرى اللي غتقاتل معاهم حتى تحلهم بحال هاد لوكا هذا.